طلاب الصف السادس الابتدائي، قبل أن نتحدث اليوم عن درس الفعل المضارع لابد وأن نعرف أولا أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: ماضي وأمر ومضارع. درسنا اليوم هو الفعل المضارع. الفعل المضارع تعريفه هو ما يدل على عمل يتم في الزمن الحاضر ويبدأ بحرف من حروف كلمة أنيت. إعرابه: إذا كان صحيح الآخر لا ينتهي بألف أو واو أو ياء يرفع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وينصب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ويجزم وعلامة جزمه السكون. أولا نصب الفعل المضارع. الأمثلة: ينبغي أن تنام مبكرا لتستيقظ مبكرا. الفعل المضارع هنا تنام، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه سبقته أداة من أدوات النصب وهي أن. أيضا في المثال تستيقظ، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه سبقته أداة من أدوات النصب وهي لام التعليل، ولام التعليل تأتي لتبين السبب. المثال الآخر خطط لمستقبلك كي تصل إلى هدفك. الفعل المضارع هنا تصل، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه سبقته أداة من أدوات النصب وهي كي. المثال الآخر لن تحقق هدفك حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك. الفعل المضارع هنا تحقق، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه سبقته أداة من أدوات النصب وهي لن. أيضا في المثال تحب، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه سبقته أداة من أدوات النصب وهي حتى. ثانيا جزم الفعل المضارع. المثال الأول لا تتكبر على الناس. الفعل المضارع هنا تتكبر، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه سبقته أداة من أدوات الجزم وهي لا الناهية. المثال الآخر لتتخذ الصدق رفيقا. الفعل المضارع هنا تتخذ، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه سبقته أداة من أدوات الجزم وهي لام الأمر. والفرق بين لام الأمر ولام التعليل أن لام التعليل تأتي لتبين السبب وتدخل على الفعل المضارع وتنصبه، أما لام الأمر تأتي للطلب وتدخل على الفعل المضارع فتجزمه. المثال الآخر لم ينجح متكبر أو كذاب. فعل المضارع هنا ينجح، فعل مضارع مجذوم وعلامة جزمه السكون لأنه سبقته أداة من أدوات الجزم وهي لم. ثالثا رفع الفعل المضارع. الأمثلة يخلص العامل في عمله. الفعل المضارع هنا يخلص، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه لم يسبقه أداة نصب ولا أداة جزم. المثال الآخر نطلب من الله العون. الفعل المضارع هنا نطلب، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه لم يسبقه أداة نصب ولا أداة جزم. المثال الآخر يهمل الفلاح الزرع. الفعل المضارع هنا يهمل، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه لم يسبقه أداة نصب ولا أداة جزم. القاعدة ينصب الفعل المضارع إذا سبقته أداة من أدوات النصب الفعل المضارع، والأدوات التي تنصب الفعل المضارع هي أن ولن وكي وحتى ولام التعليل، وعلامة نصب المضارع الصحيح الآخر الفتحة الظاهرة، وكذلك الفعل المضارع المعتل الذي آخره الواو أو الياء فتكون علامة إعرابه الفتحة الظاهرة، أما الفعل المضارع المعتل الذي آخره ألف فتكون علامة إعرابه الفتحة المقدرة. ثانيا
يجزم الفعل المضارع إذا سبقه حرف من الحروف الآتية: لم، وهي تنفي الفعل المضارع وتقلب زمنه إلى الماضي، لا الناهية، وهي تفيد ترك الفعل، لام الأمر، وهي تجعل الفعل المضارع دالا على الطلب. وعلامة جزم الفعل المضارع الصحيح الآخر السكون على آخره. أما الفعل المضارع المعتل فتكون علامة الجزم حذف حرف العلة. ثالثا، رفع الفعل المضارع. يرفع الفعل المضارع إذا لم تسبقه أداة نصب أو أداة جزم. وعلامة رفع الفعل المضارع الصحيح الآخر الضمة الظاهرة على آخره. أما الفعل المضارع المعتل فتكون علامة الرفع الضمة المقدرة. وإليكم بعض التدريبات: عين الفعل المضارع في كل جملة واذكر علامة إعرابه. المثال الأول: لن أقصر في الواجب. الفعل المضارع هنا أقصر، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه سبقته أداة من أدوات النصب الفعل المضارع وهي لن. المثال الثاني: افتح النوافذ لتدخل الشمس. الفعل المضارع هنا لتدخل، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه سبقته أداة من أدوات النصب الفعل المضارع وهي لام التعليل. ولام التعليل هنا لبيان السبب. افتح النوافذ لماذا؟ لتدخل الشمس. المثال الثالث: لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد. الفعل المضارع هنا تؤخر، فعل مضارع مجذوم وعلامة جزمه السكون لأنه سبقته أداة من أدوات الجزم وهي لا الناهية. المثال الآخر: ليستعن كل منكم بالله. الفعل المضارع هنا يستعن، فعل مضارع مجذوم وعلامة جزمه السكون لأنه سبقته أداة من أدوات الجزم وهي لام الأمر. لام الأمر، فلام الأمر هنا دالة على الطلب. والفرق بينها وبين لام التعليل أن لام التعليل تدخل على الفعل المضارع فتنصبه، أما لام الأمر تدخل على الفعل المضارع فتجذمه. المثال الآخر: يجب أن تقرأ كثيرا لتستفيد. الفعل المضارع هنا يجب، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه لم يسبقه أداة نصب ولا أداة جزم. هنا أيضا في المثال فعل آخر: تقرأ، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه سبقته أداة من أدوات النصب وهي تقرأ. أيضا تستفيد، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه سبقته أداة من أدوات النصب وهي لام التعليل. تدريب آخر: ضع مكان النقط فعلا مضارعا مناسبا. اجتهد كي أتفوق. فهنا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، لماذا؟ لأنه سبقته أداة من أدوات النصب وهي كي، فلا بد وأن يكون فعل المضارع منصوب. المثال الآخر: لن نؤت حتى نؤت السلام. يبقى لن نسكت حتى يتحقق السلام، وهنا فعل المضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه سبقته أداة نصب وهي لن وحتى. المثال الآخر: لا نؤت إنسان يحترم نفسه. لا يهمل إنسان يحترم نفسه. فعل المضارع هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه لم تسبقه أداة نصب ولا أداة جازمة. لا هنا ليست ناهية، لا هنا نافية، لا تؤثر على الفعل المضارع. فالفرق بينها وبين لا الناهية أن لا الناهية تدخل على الفعل المضارع فتجزمه، أما لا النافية عندما تدخل على الفعل المضارع لا تؤثر فيه تماما. المثال الآخر: يجب أن نقط الصحراء
لكي لنقط الرخاء. يجب أن نعمر الصحراء لينتشر الرخاء. نعمر فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لدخول أن عليه. أيضا ينتشر فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة لدخول أداة النصب عليه وهي لام التعليل. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.